اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. بمناسبه العيد النهارده بنعيد طبعا على اخواننا الاقباط، كل عام وحضراتكم بخير واحنا على ارض واحده ودم واحد. بمناسبه العيد وبمناسبه الجميله، الاكل بتاعنا النهارده بيكون مختلف وكتير المنيو النهارده، يعني احنا مزودين الاكل النهارده وكلها لحمه في لحمه. معانا النهارده مع بعض هنعمل ورقة اللحمة بطريقة مختلفة على مدرسة المغازل. دايما ورقة اللحمة بيكون فيها شوية زفارة مش مستوية مع الخضار. أنا معايا لحمة النهاردة كندوز، هعملها ورقة لحمة بتوابل الشيف وبتركات الشيف، هنشوف نعملها مع بعض إزاي. معايا شوربة الحريرة النهاردة، مكوناتها كتيرة قوي، فيها البروتين النباتي مع البروتين الحيواني، فيها الرز، فيها لحمة، كل ده هنشوف نعملها مع بعض إزاي. معايا كوسة النهاردة، الكوسة اللطيفة من خير أرضنا، هنعملها كورجيت برزيان أو الكوسة الجراتان مع الجبنة واللحمة المفرومة. مدرسة المغازي برضو هتعجب حضراتكم. المفاجأة بقى النهاردة المطبخ المصري، أم علي. أم علي دايما بنعملها بعجينة الملفي، فأنا هعملها النهاردة طبعا بالكرواسون. الكرواسون ده بنجيبه من أي محل أو مخبوزات، بنعمله النهاردة مع بعض أم علي مع القشطة والمكسرات. مش عايز أقول حضراتكم لأن في تفاصيل كتيرة في الحلقة النهاردة وفيها شغل كتير. بمناسبة عيد إخواننا الأقباط، إحنا النهاردة المنيو بتاعنا دسم ومليان، فخلينا نعيد مع بعض ونعمل حاجة لطيفة جميلة تقدر تخش المطبخ تعمليها. ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، أوعى تروحوا بعيد، تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيرة. هنعمل مع بعض دلوقتي أكلتين في طايم واحد، يعني الاتنين مشتركين في المقادير. أول حاجة هنطلع بمقاديرها شوربة الحريرة، مقاديرها على الشاشة. لحمة هبرة بنقطعها مكعبات صغيرة، المسمى الطهوي بيليها أو المصطلح الطهوي كريهات صغيرة. معانا متقطعة، معانا بصلة ناعمة، معانا فص توم محترم زي الفل، ومعانا قرن فلفل حار صغير كده، لأن شوربة الحريرة لازم يكون فيها شوية سبايسي. دي المقادير على الشاشة. معانا الرز، معانا الرز ومعانا العدس، الرز المصري الجميل والعدس المصري الجميل. طبعا هتقول لي عدس ايه؟ العدس اللي هو بتاع شوربة العدس بتاعنا. والحمص الشام بيستوي على النار، ما ينفعش احط الحمص ني في قلب شوربة الحريرة. دي المقادير. تاني المقادير بتاعة شوربة الحريرة المطلوبة مننا، فيها مكونات ويميزها البروتين النباتي والحيواني، الاتنين مشتركين في حلة واحدة. معانا رز مصري، والرز المصري هو اللي بيتوجها بالنشويات بتاعته والكربوهيدرات بتاعته. معانا عدس مصري، معانا لحمه متقطعه كريهات وبصله وتومه ناعمه، معانا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل. التفاصيل ليه سموها شوربه الحريره؟ الكلام ده هجاوب عليه وانا شغال مع حضراتكم. الحله على النار بالشكل ده كده، بحط معلقه من زيت الزيتون، معاها مكعب زبده، حلو قوي بالشكل ده كده. وزي ما قلت لحضراتكم مكعب الزبده بيساعد على احمرار البصله مع التومه. ننزل باللحمه اول حاجه. شفت شوربه الحريره وجمالها وتفاصيلها؟ البصلايه الناعمه، الفلفل الحار ده كده، التومه، كل دول مع بعض نشوحهم على النار قبل كل حاجه. انا عايز احطها على النار وانساها. اللهم صل على ميزه الشوربه دي فيها عناصر كتيره. كلنا عارفين العدس بروتين نباتي قيمته الغذائيه عاليه جدا، مش محتاجين نتكلم عنه. معانا الرز المصري، معانا الحمص الشام بروتين نباتي لطيف وجميل، الحته اللحمه الجميله اللي انا حطيتها بروتين حيواني اهو، التقليبه دي مهمه جدا لغايه لما اللحمه لونها يتغير. ايه اللي بياخد سوا كتير هنا؟ الحمص الشام، احنا مسوينه من قبل، هنحطه برضو مفيش مشكلة، لأن عايزين منه شوية. اللهم صل على النبي. حمص الشام. وإيه المشكلة يا شيف مغازل لما ناخد شوية مية من سل الحمص؟ هو ده الكلام. ونقلب دول كده مع بعض. بعلمك إزاي وأنت قاعدة في أرض الوطن مصر أم الدنيا، بتسافري المغرب، تسافري تونس، بدون ما تسافري تعمل الشوربة المشهورة عندهم، شوربة الحريرة المغربية، ده المسمى بتاعها. معانا عدس مغسول
مسبقا ونحطه كده. شفت العدس لما نزل على شوربه الحريه خلاها تنور ازاي؟ انا بعشق اللون البرتقالي. حلو قوي. الرز المصري ما نكترش منه كتير عشان بيبقاش الشوربه قوامها عالي. الله عليك. كل ده مع بعضه، كل ده مع بعضه، ولكن لازم الحمص يا اختي يا خالتي يا عمتي يا ست الكل يكون مستوي مسبقا، يعني يكون مستوى على الاقل 3 ارباع سوا. حلو زي الفل كده. بنعمل ايه بقى؟ عندي حله اللي بتغلى على النار، فاكرينها؟ اللي هي البوكيه جارنيه. اسمها حله الخير، فيها كل حاجه. عظم فراخ، عظم لحمه، ما تبخليش عليها. ننزل كده. يا ويلي يا ويلي، هو ده هو ده. ونسيب كله يستوي مع بعض. هيبدا العدس الكهرمانه يديني اللون الحلو بتاعه، الرز الابيض اللي هيتوج الشوربه المصري الجميل، الحمص الشام بتقله البروتين النباتي اللطيف، حته اللحمه اللطيفه الجميله الحلوه هتديني شويه شوربه حلوين. حلو قوي. نعم يا حبيب قلبي، هجاوبك بعدين. بيقولي ليه سموها الحريره؟ السؤال ده انا هجاوب عليه واحنا بنغرف الشوربه. هنغطيها بالشكل ده كده زي الفل. واسيبها وانساها شويه ونخش على اللي بعده. فل، تعالوا مع بعض نبدا ان احنا نشوف الحليب اخباره ايه. انا بقى عايز اكل ام علي النهارده دسمه، اعمل ايه؟ الاول نحط اللحمه دي على النار عشان تستوي. شفت تفاصيل المطبخ؟ الكوسه بتستوي على النار، اللحمه بتستوي على النار، ورقه اللحمه في قلب الفرن، شوربه الحريره على النار. نبص عليها كده مخرجنا الجميل، هي دي. ده المطبخ، كل حاجه بتطلع في وقت واحد واحنا شغالين مع بعض. بص على الحريره. وليه سموها الحريره؟ مش هجاوبك دلوقتي خالص. الله، اهي هتاخد لون دلوقتي، لون الكهرمانه، وتبقى لطيفه وجميله، فيها بروتين حيواني وبروتين نباتي، وفيها كربوهيدرات وفيها نشويات وفيها خبره طهويه. وناخد بعضينا ونشوف تفاصيل شوربه الحريره. ليه سموها الحريره؟ قبل ما ننسى، طبق زي ده كده ونيجي هنا مع بعض. اللهم صل على النبي. نبص على تفاصيلها بقى. الحمص استوى؟ طبعا. الرز استوى؟ طبعا. العدس استوى؟ طبعا. اللون مش عاجبني، مش هي دي الشوربه اللي انا لما اقعد على السفره اقول احنا في المغرب، مش هي دي الشوربه لما انا اقعد على السفره اقول ان انا في تونس. لسه بنحط معلقه فلفله حلوه تدي اللون اللي احنا حابينه. هو ده اللون اهو، شفت اللون ده كده؟ وكمان واحده زي الفل اهو. نحط عليها المعدوس اللي هو البقدونس، بيسموه في المغرب وتونس معدوس اهو، مش بقدونس. بننزل بيه كده كمان. لا مش كزبره، بقدونس. حلو، اوعي تحط كزبره تخطف الطعم. ليه سموها الحريره وانا شغال دلوقتي حالا؟ صفار البيض لما بنفصله عن بياض البيض، صفار البيض لما نفصله عن صفار عن بياض البيض ونحطه في ماء مغلي بيديني خيوط عنكبوتيه او خيوط حريريه. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي. اللهم صل على النبي. نحط دي هنا كمان واحده. الشوربه دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا، الشوربه بتغلى على النار، خلي بالك. اوعى تحط الشوربه بارده. ناخد صفار البيضه كده، حلو الكلام. وتعالوا مع بعض ناخد الشوربه بتاعتنا الحلوه دي كده، المغرفه الجميله فين اهي، ونغرف الشوربه بالطريقه دي. اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوه، شوربه الحريره. ليه سموها الحريره؟ بنجاوب على السؤال ده عملي. يلا بص الشوربه نازله فين اهو. الله. البيض استوى؟ طبعا استوى. صفار البيض استوى؟ اكيد استوى. هنقلبها دلوقتي ونشوف الخيوط الحريريه مع بعض. عشان كده سموها شوربه الحريره، فيها الكهرمانه العدس المصري الجميل، فيها الرز المصري الجميل،
فيها الحمص الشامي الجميل، فيها الخبرة الطهوية الجميلة. ننزل ببقية الشوربة. اللهم صل على النبي. يلا انا بعرفك بتحب الحاجات دي يا شفيق. زلزال من الحريرة، حلوة قوي. عينيا نشوف دلوقتي الخطة العنكبوتية مع بعض، عايزين نتفرج عليها حالا. معلومة غير معلومة. ايه الحلاوة دي كده؟ هي تقليبة صغيرة كده اهو. صفار البيض استوى، شايفة؟ بيطلع معانا كده اهو، بتلاقيه يظهر على الوش. أهم حاجة إنك ما تخلوش يغلى على النار، ينزل الشوربة وهي سخنة على صفار البيض. الشوربة دي فيها كل حاجة أنت بتفكري فيها، عناصر غذائية، بروتين، نشويات، كربوهيدرات، معادن. كبار السن، صغار السن، أطفال يشربوا منها. التفاصيل عشان إحنا بنشتغل بسرعة النهاردة عشان الشغل بتاعنا. أنا بدأت أول حاجة بيها ورقة اللحمة. عملت إيه يا شيف؟ خدت حتة اللحمة الهبرة بدون عظم طبعًا، كان دوز أو ضاني، خدت الصدمة النارية مع علاقة زيت من غير أي توابل خالص، مع عود روزماري لطيف وجميل. اللحمة هنا خدت الشماخة وطعم الروزماري، حلو الكلام. وعملت صدمة ليها، فتكل اللحمة تلاقيها حتة زي الملبس. وكمان الخضار بتاعنا شوحناه ونزلنا كله مع بعض وقفلنا عليها بورق زبدة وورق فويل زي ما حضراتكم شايفين. شوربة الحريرة مكوناتها وعناصرها الغذائية كفيلة إن هي تقول هي الحريرة، يعني جميلة، فيها كل حاجة. فيها الحمص، فيها الرز، فيها العدس، فيها اللحمة. أصبحت إن الوجبة دي وجبة متكاملة مع طبق سلطة الفتوش أو تبولة. أم علي المصرية اللي بتتكلم مصري تفاصيلها تقدر كل أم عندها زحمة شغل مش فاضية، عندها استقبال النهاردة، بنعيد على بعضينا النهاردة، تخش المطبخ في خلال 3 دقايق هتعمل أم علي بعجينة الكرواسون أو بالكرواسون اللي موجود في أي سوبر ماركت على ناصية الشارع. ده المطلوب. هنطلع مع بعض أم علي من الفرن، قصدي الكوسة بتاعتها الجراتان جاهزة زي الفل أهي. اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوة. طبعا الجبنة طعمها وريحتها لطيفة جدا، ألف هنا وشفا للي ياكل. السفرة بتاعتنا النهاردة بنديها لكل حبايبنا واخواننا الأقباط. كل عام وحضراتكم بخير. بنعيد بطريقتنا بالشكل ده كده وفي متناول الجميع، يعني حاجة مش زحمة. دي القشطة اللي بنحطها على أم علي أهي. مطبخنا النهاردة متميز من مزبيرو، يعني رؤية، يعني فن، يعني إبداع. كل يوم منين يا عم الشيف؟ من مزبيرو.